كيفاش ممكن نعالجو تجميليا البشرة ديالنا من داك الجفاف ومن الشوفية؟ تجميليا نبقاو في مواد طبيعية اللي تعودوها مني المستمعات. كناخدو الغسول المغربي. حنا كنعرفو الغسول المغربي من بين يعني الحويجات اللي كنقولو حنا الطين اللي معروف في العالم اللي ولا كيتصدر للخارج، لان فيه ما يكفي البشرة من المعادن، من الفيتامينات، من يعني من البروتينات، يعني غني جدا بهاد المكونات اللي كيعالج البشره من الالتهابات، من الاحمرار، من الجفاف، من الدهون الزائده. لان الغسول ملي كنوضعوا على البشره هو الميزان ديال كيمص الدهون الزائده فقط، وكيخلي الدهون اللي هي صحيحه. علاش حنا ملي كنستعملوا الغسول المغربي خصنا قبل ما نمشيو للحمام نحاولوا نديروا واحد الوجبات اللي هي خفيفه، شربات، حساءات، بالضراب، الشعير، بالخضار. يعني ملي كنمشيو للحمام ندهنوا بهذا الغسول راه كيكون واحد التفاعل جيد للبشره ديالنا وكذلك للجسم ديالنا. الغسول مثلا شنو خصو يكون فيه؟ الغسول دائما نجيبوه ونشويوه، حنا كنشويوه في الفران. هي نوجدوه. كيكون عندنا في واحد القرعه ديال الزاج، من بعد كنديروا اي مكونات عندنا وخاصه الفواكه الموسميه. يعني دابا كاين الرمان، عندنا الليمون، عندنا البامبلوموس راه موجود دابا، وكاين بعض الفواكه، كاين الكيوي، كاين الكاكي، هادو موجودين. كلهم داك الماء ديالهم نضيفوه مع الغسول، مع المورد، مع زيت الكوك ولا زيت البلديه، كنديروا واحد الغسول كغوماج للجسم ديالنا. مجرد ما كندخلوا للحمام كندهنوا به واحد المده ديال 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، ومن بعد كنغسلوا ونديروا الكيس بلا ما نديروا داك الكيس نبقاو نفركوا به الجسم ديالنا. هذيك عادات خاطئه، كنشدوا الكيس وكنبقاو نحكوا في البشره ديالنا. هذه ما كنشجعش عليها، لان الجسم ديالنا مجرد ما كدير عليه واحد المكون وهذا راه كافي، محتاجش نضغطوا عليه بزاف. وهذا الغسول واضافه اللي فيه راه كافي باش كيفزك لنا البشره. مجرد ما كدير غير واحد الكيس ديال القطن راه الوسخ كله كيطيح، ماشي شي حاجه عندنا في الجسم ديالنا. اييه، وخاصه انه يعني معروف الحمام يعني كل اسبوع داك الحمام على حقه طريقه، ممكن واحد يدوش في الدار، ولكن الحمام فما بين اسبوع واسبوع يعني ما كنظنش غتكون خلايا كثيره ميته. فعلاش هي الاخت سناء الحمام واخا نمشيو الاسبوع ماشي مشكل، هي الطريقه اللي كنستحموا بها. يعني كاين الحنه، كاين الغسول، كاين الصابون البلدي، كاين الزيوت النباتيه اللي كندهنوا بها الجسم ديالنا، راه مزيانه وخاصه في هذا الفصل هذا، وخاصه الناس اللي عندهم بشره جافه. البشره الجافه نتفاداو الصابون ديال الرائحه، يعني ما ندوشوش باي صابون، يكون صابون طبي ناخذوه من الصيدليه. إيه كتكون فيه زيوت. ملي نغسلو بعد من المرات كنلقاو ناس كيديروا مواد في السطل وكيشلوا بها، هذا خطا. لان خلي الا بغيتي الرائحه تبقى لك زوينه في الجسم ديالك، الا خديتي غير الغسول، الماء ديال الغسول بوحده، فزك الغسول داك الماء اللي كيطلع الفوق وديري معاه زيت الكوك ودهني به الجسم ديالك ملي تسالي من الغسيل، راه كيبقى الجسم رطب وكذلك كيعطي واحد الرائحه طيبه. بالنسبه للغسول البشره الجافه، البشره الجافه كذلك ما نجلسوش في السخون وما نغسلوش بالماء السخون بزاف، يعني كل ما دافي. ودائما كل ما نغسلو ونشلو ندهنوا الجسم ديالنا بزيت نباتي طبيعي، ندهنوا الوجه ديالنا والشعر ديالنا والفروه ديال الشعر، وخاصه زيت الكوك ولا زيت الزنجلان راه علاج للبشره، وكذلك كيدخل الاعماق ديال الخلايا ديال الجسم ديالنا، وكيحفز الدوره الدمويه وكيعطي واحد الطاقه للخليه باش كتخدم بالطريقه ديالها الطبيعيه. هذه فقط نصائح اللي غيستافدوا منها المستمعات واللي كتعطي نتيجه فعاله. فعلا كيف ما شرتي، وانه حتى الطريقه كيفاش كنتعاملوا مع الحمام البلدي اللي هو يعني كلشي يعني كيستافد منه ولكن خصنا نعرفوا الطريقه الصحيحه. كنا درنا حلقه خاصه على هذا الموضوع بالنسبه للجفاف والشوفيه ديال البشره. كاين بعض السيدات اللي مثلا كيساليو من الحمام ومن بعد الاستحمام مباشره يعني هما كينشفوا البشره ديالهم بالفوطه ولا بالبنوار، يعني كيديروا كريمات مصنعه، كاين اللي كيدير زيوت، كيدهن الجسم ديالو كله. فكاين اللي ما تيتقبلش انه يدهن مثلا بشي زيت طبيعي اولا كريم طبيعي بحال زبده الكوكو، بحال مثلا زبده الشيا بيغ دو كاريتي، تيقول لا انا يلا دوش يلا تنقيت، فمبغيش شي حاجه اللي تزيت لي على البشره ديالي. في حين انه السيدات اللي عندهم بشره جافه لانه دوك الزيوت صافي كتدخل لداخل كتمتص. انا النصيحه ديالي اللي متعوده كنعطيها للمستمعات دائما بعد الحمام نتجنبوا اي مواد كيماويه من الاحسن، لا تحت الابطين لانه كنشوفوا اخطاء كثيره، يعني داك مزيل العرق كيديروا وكيكون المسامات مفتوحين في الحمام، هذا هو الخطا. وكيتصابوا بزاف ديال الاعضاء في الجسم ديالنا ماشي غير البشره، راه كاين بعض المكونات كاينه في المكون راه كتسرب، كاين الزئبق، بعض الكريمات فيهم الزئبق كيتسرب داخل الجسم، داخل الجسم كيعطي اعراض تسمم. دائما الحمام الا بغينا نستافدوا منه كحمام مغربي اصلي
نشلو بالحنه نشلو بالزعتر نشلو بالازير نديرو الغاسول ندهنو به الجسم ديالنا في الاخير مع زيت الكوك نخلي واحد شويه ونشلو الجسم ديالنا وملي نشفو ونكونو ندهنو بزيت الكوك راه ما كيبقاش شتي الزيت البلديه انا شخصيا في الحمام كندير الزيت البلديه وكندير معاه الماء ديال الجزر كنديه معايا في القرعه في الحمام كندهن الجسم ديالي كله وعندي بينوار خاص اللي كنلبسو كنبقى واحد المده ديال 10 دقائق صافي ما يهمني ما كيبقاش ما كيبقاش من بعد كتلبس حويجات ما كيبقاش علاج البشره انا قبل ما نشوف يعطي الريحه نشوف العلاج البشره ديالي لان غنحس بالجسم ديالي رطب وغنحس حتى المناطق الحساسه ما كتبقاش فيها السوائل زيت زنجلان في ريحه زوينه زيت الكوكو وزبده الكوكو حتى هي فيها ريحه زوينه زيت ارغان تجميلي حتى هو في ريحه زوينه وكنظن على انه زيت الورد يعني كلهم هادو زيوت معطره وطبيعيه وطبيعيه ننصح زيوت ديال الزنجلان والكوكو البلديه هادو مهم وارغان هادو مهمين الجفاف البشره لحد من جفاف البشره